أذكر ليلتها، كنا ليلا وإن كان ذلك من وقت طويل، ولكني أذكره. أتيت الآن لأشكرك. جئت متأخرة كثيرا، عدت بأخيك وصاحبه، أليس كذلك؟ بلى. وبفلوراندا. نعم. وبأبيها السيد الحاكم. هل كنت خوليا؟ أنا لا أعرف ما يدفعك لكل ما تقول. سلي نفسك لتعريفي، سلي نفسك لما أتيت، لما أتى بك الكنت إلى هنا، بل لما أتى هو نفسه. أخيرا، أخيرا يا فلوراندا، بعد كل هذه التضحيات يأتي أبوك ويسلم الحصن للمسلمين. أصمت يا فرناندو، أصمت. ماذا يغيظك؟ ليست هذه هي الحقيقة؟ بعد كل ما قدمت من ضحايا وقدم الرومان، تسلم سبتة للمسلمين؟ ثق أن تسليم الحصن قد وفر عليكم كثيرا من الضحايا. فليذهب الجميع إلى الجحيم، وليدخل المسلمون سبتة على أشلائهم، أما أن يأتي الكنت طواعية راضيا. أصمت يا فرناندو، أنت لا تفهم شيئا. ما الذي لا يفهمه يا فلوراندو؟ لا يفهم لماذا عرض أبي تسليم الحصن. لما؟ خوفا على نفسه، أليس كذلك؟ لن تستطيع أن تنسى منطق الثأر، يتغلغل الثأر وحب الانتقام في دمك طول حياتك. ألا تريدين أن يتغلغل الثأر في دمي طوال حياتي؟ أريدك أن تفرق بين حرب تدور رحاها وبين منطق شخصي. لا يسيطر عليك إلا حب ذاتك والثأر لأهلك. لا أستطيع أن أتخيلك وقد عصف بك حادث شخصي. ماذا كنت فعلا إذن؟ منطق شخصي؟ أي منطق شخصي يستأهل القصاص أكثر من القضاء على أهلي جميعا بيد هؤلاء العرب؟ لن تفهم يا فرناندو ولو عشت 1000 عام. لن أعيش سنة واحدة يا ابنة الكنت، ولتطمئني سأموت بلا فهم. أبقي ما تريدين قوله يا سيدتي، هل من خدمة أؤديها لك؟ قدمت لي خدمة لن أنساها وإن كانت غير مقصودة أيها القائد. ماذا بك يا فلوراندا؟ لا شيء يا خالد، لا شيء. وهذا الدم لا شيء أيضا؟ يهطل الدم أحيانا، ربما لا لشيء. لا أريد أن أراك باكية يا فلوراندا. كيف تريد أن تراني يا خالد؟ كيوم رأيتك في قصر أبيك في سبت، وأنا مقيد بالأغلال، يكاد حراسكم أن يفتكوا بي، وإذا بك يا فلوراندا تصرخين مدافعة عني. تريد أن تراني صارخة دائما يا خالد؟ إذا كان من أجلي، نعم أريدها. فرق كبير بين صراخي يومها وصراخي الآن. فلو صرخت الآن ما صرخت من أجل أحد آخر سوى فلوراندا نفسها. كيف؟ خالد، كي أريحك وأستريح، هناك فرق كبير بين فلوراندا التي أمامك وفلوراندا التي رأيتها يوم أن أتوا بك إلى حصن أبي.
فرق كبير؟ كبير جدا. أرجو ألا تسألني ما هو. نفي بما وعدنا أيها القائد. ونرجو أن يفي أميرنا بما وعد. هل أنت في شك من هذا أيها الحاكم؟ أنا لا أشك في وفائكم، وإنما أتعجل. عندما يعود رجالك من حملتهم هذه على ساحة الأندلس، سأكون قد أعلنت الحرب على الإمبراطور رودريجو، ويصبح حصني مهددا بالضياع. بل ستضمن بقاء حصنك إلى الأبد. فقط يعد أميرنا عدته. أين رسالة الخليفة يا عبد العزيز؟ ها هي يا أبي. متى حضر بها الرسول؟ ليس قبل الآن يا أمير المسلمين. خذها بالسرايا أولا حتى أرى وأختبر شأنها، ولا أغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. أي بحر وأي أهوال يا أمير المؤمنين؟ أي بحر وأي أهوال؟ إنما هو زقاق يستبين للناظر ما وراءه. زقاق يستبين للناظر ما وراءه يا وليد. وبعدها يدفع الله ريح الإسلام عبر بلادهم حتى نصل إلى دمشق مرورا بروما وقسطنطينية. ولكن لا بأس، لا بأس. أيها الحاجب، أنت هنا يا عبد العزيز؟ لم تأمر بانصرافي يا أمير المسلمين. انصرافك؟ لا عليك يا ولدي، ولا داعي لانصرافك. ما دام قد أمر باختبارها بالسرايا أولا، فهو قد أمر بالعبور على أي حال، أليس كذلك يا موسى الأصغر؟ لا أفهم شيئا يا أبي. بل يجب أن تفهم يا ولدي، يجب أن تكون أول من يفهم. أين الرسول؟ ينتظر الأمر بالمثول يا أمير المسلمين. ما اسمه؟ نادي، نادي الرسول الخليفة أيها الحاجب. هات رسالة يا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام على أمير المسلمين. وعليك السلام يا رسول الخليفة. من أنت؟ رسول الخليفة ومولاه مغيث الرومي. الرومي، فأل طيب أن يصلنا الرومي إلى ديارنا ونحن في طريقنا إليه. يا رومي، لبيك سيد الأمير. بل أريدك أن تلبي ما تسمع. سمعا وطاعة يا مولاي. وعلى جناح الريح تعود. أعود يا مولاي. على جناح الريح، أتفهم؟ أفهم يا مولاي. وعلى جناح الريح تعود برد الخليفة. وعلى جناح الريح أعود يا مولاي. وإياك أن تطلع أحدا غير الخليفة على ما تحويه الرسالة، أتفهم؟ أفهم. وأفهم لما يا مولاي؟ تفهم لما؟ نعم يا مولاي، لا يجوز أن يقف أحد على سر عبوركم الأندلس. كيف عرفت؟ لا يخفي عني الخليفة سرا. انطلق من فورك وقل للخليفة إنه ليس ببحر زخار، إنما هو زقاق يستبين للناظر ما وراءه. سمعا وطاعة يا مولاي. يا عبد العزيز، الرسالة يا أبي. لا أحتاج الرسالة يا ولدي،
بل أحتاج أن يستعد الرجال. لما يا أبي؟ للعبور إلى الأندلس. هل لك في خدمة أؤديها يا أبي؟ كن إلى جواري يا عبد العزيز، وإذا كان لابد من خدمة تؤديها فلتحضر لي طريف ابن ملوك. لا أعرف لما لم يرسله طارق على جناح السرعة. ما رأيك يا موسى الأصغر؟ إذا كنا بصدد إرسال سرية من الفرسان عددها 400 فارس لاكتشاف هذه الأرض التي نجهلها، فبمن تشير أن يكون قائد هذه السرية؟ أحدنا. أحدكم؟ أحدكم من؟ أنا أو عبد الله أو مروان. لما؟ لما يا ولدي؟ نحن أولاد موسى بن نصير، فنحن أحق برفع رايته. معك الحق يا ولدي، معك الحق، ولكني لا أحبذ هذا الرأي. لما يا أبي؟ ستعرف لما، سأقولها لكم. القائد طريف. تعال يا طريف. السلام على أمير المسلمين. وعليك السلام. ما أخبار يوليانا حاكم سبتة؟ لم آتي إلا بعد عودة رجاله من الأندلس. هل نفذ ما وعدنا به؟ وبعث لكم من الغنائم ما يثبت ذلك. دعك من الغنائم، بقي أن ننفذ نحن ما وعدنا به. عهد لله بمساجد يرتفع على مآذنها اسمه مدويا. أين أنت يا أبا راشد؟ كيف حال أبي راشد يا طريف؟ يجلس منتظرا بناء مسجد جديد. سيخططه إن شاء الله على الشاطئ الآخر. يقولون أن الإمبراطور مشغول في حرب مع أولاد الإمبراطور السابق في شمال بلادهم في مكان يسمى بنبلونة. هذا من حسن الطالع. قل لي، هل جهز يوليان مراكبه التي ستعبر عليها كتيبتنا؟ يتعجل وصولها يا أمير المسلمين. ستصل بإذن الله. اسمع يا طريف، هناك 400 فارس مستعدون للذهاب إلى سبتة. أرهم أن يعبروا المضيق في أقرب وقت. لأول مرة يعبر هذا المضيق بجند الله ناشرين كلمته قبل انقضاء رمضان. فليكتب التاريخ أنه في رمضان 91 للهجرة عبر جنود الله فاتحين لله. ماذا تنتظر؟ انطلق على بركة الله يا طريف. بقي شيء واحد أيها القائد، أن تعرف من هو قائد هؤلاء الفرسان، أليس كذلك؟ نعم يا مولاي. إنه أنت. أجل، أنت يا طريف. أنا؟ نعم، عليك أن تكتب اسمك في سجل التاريخ إلى الأبد أيها القائد. هيا انطلق على بركة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا ألن تذهب مع جنودكم يا خالد؟ لا يا فلوراندا،
لما؟ لم يقع اختيار الأمير علي. كنت أحسب أنه بإمكانك العبور معه. ربما فضل الأمير من هم أكثر مني خبرة في شؤون القتال. لا أرى أنك تجهل كيف تقتل رجلا بسيفك. ما أسهل القتل، ولكن ما أصعب القتال يا فلوراندا. هل أستطيع أن أطلب منك هذا السهل؟ السهل؟ القتل تقصدين؟ نعم. أي طلب تطلبين يا فلوراندا؟ إذا كان من حق الأمير أن يثق في رجال يقاتلون، أليس من حقي أن أثق في رجل يقتل؟ يقتل؟ يقتل من؟ يقتل رجلا فيريح الجميع، وربما لا يحارب المسلمون بعدها. أي رجل هذا؟ الإمبراطور. أي إمبراطور؟ رودريجو لوزاريق. نعم. لما تسعين إلى قتل الإمبراطور يا فلوراندا؟ ألا تسعون جميعا أيها العرب للقضاء عليه وعلى دولته؟ نعم هذا صحيح، ويساعدنا أبوك أيضا، ولكني لا أكاد أصدق أن ما يدفعك إلى قتل الإمبراطور هكذا هو مساعدتنا أيضا. فلتساعد أنت قومك بقتله كما قلت لك. هناك من الأسباب الخاصة ما يدفعك إلى التفكير في قتله بطريقة خاصة يا فلوراندا، وإذا كنت قد صارحتني برغبتك في قتله فلا ضير من مصارحتي بدوافع هذه الرغبة. خالد، هل تحبني؟ أنت تعرفين إجابة سؤالك، وتعرفين أيضا أنه يحل لي الزواج منك. الزواج؟ نعم. تأكدي أنني لن أحبك هكذا تمضية لوقتي، بل إننا لا نهوى فلوراندا إلا لنتزوج. لماذا تصمتين هكذا؟ أفكر يا خالد، أفكر. تفكرين؟ نعم. أقول لنفسي، رجل على استعداد ليتزوجني، ألا يكون على استعداد للثأر لي؟ الثأر؟ لا تسني لما أريد الثأر من الإمبراطور، أرجوك، كفاك أن تعرف أنني أريد قتله قصاصا منه. خالد، هل تثأر لي؟ الثأر ثانية؟ أهناك ثأر أولا يا خالد؟ وليت الثانية كالأولى فلوراندا، بل الثانية من أجل من أحبها، أو من أجل من خلت أنها تحبني. ماذا تقول يا خالد؟ لا شيء يا فلوراندا، لا شيء. كلانا باحث عن الثأر. وكأننا لا نستطيع أن نحب إلا خائضين في بحر من الدم يا فلوراندا. هل لي أن أفهم ما قلت؟ لا عليك، لا عليك إلا أن تفهمي شيئا واحدا. هو كفى، كفى يا خالد، كفى أرجوك. ماذا تقولين يا أم عبد الله؟ أقول ليكن من عيونك من يرقب هذه الفتاة وهذا الفتى. من؟ ابنة يوليان؟ وابن البصري. ماذا بدا لك منهما يا أم عبد الله؟ دعك من هذه الهواجس ما دام لم يأتي ما يغضب الله. فلنتركهما طوال الليل في خلوة خلف الدار. لا، أنا لم أقل هذا، بل أريد أن أقول لا تسيء الظن بهما، إن بعض الظن إثم. وإلا فما قولك في ولدك عبد العزيز الذي يعيش مع رباب طوال هذه السنين في بيت واحد؟ ولدي عبد العزيز؟ وهل خالد مثل ولدي عبد العزيز؟ أنا لا أشك في أنه مثله تماما يا امرأة، وإلا كان العيب عيبي،
فأنا من ربيت الاثنين. ولكني أوافقك أن رباب ليست كفلوراندا هذه، إذ لا يعقل أن ينشأ يوليان ابنته كما نشأ موسى بن نصير ابنته. ابنتك؟ ما زلت تقول ابنتك؟ والله إني لا أعتبرها من أعز بني علي هي وأخاها، بعدما عرفت من حبهما لدينهما وغيرتهما على المسلمين. ولا تنسي يا امرأة أنهما فضلاني على نفسيهما، وكادا يقتلان مع صاحبهما فداء لي. سأصدقك وأصمت، وليسهر طوال الليل خلف دار الإمارة كما يحلو لهما. صدقيني واصمتي يا أم عبد الله، علي فقط أن أنبهه بأن هذا لا يليق. يا أم عبد الله، دعك من زبد الدنيا، ففي الغد يخرج أول فوج من جند الله في طريقه إلى أرض الحلم، إلى أرض الأندلس. ماذا بك يا خالد؟ ماذا وراء نظراتك هذه؟ سؤال واحد يا رباب، وأرجو أن تجيبي عليه بصدق الأخت لأخيها. سؤال؟ نعم. سل يا خالد، قل ما بدا لك. كيف تنظرين إلى قيس يا رباب؟ ما معنى سؤالك هذا؟ معناه ماذا يمثل قيس بالنسبة لك؟ أو بطريقة أوضح، هل بعد كل ما فعله قيس من أجلك تحسين نحوه بشيء؟ تقصد هل أحب قيس أم لا؟ أليس كذلك؟ هو كذلك يا رباب، وعليك إجابتي بصراحة. أحب فيه ثأر أبي وأمي، هل فهمت؟ لم يثأر لأبيك وأمك، فماذا تحبين فيه؟ أحببت استعداده للثأر لهما. وإذا لم ينتقم لأبيك وأمك؟ أنا لا أعرف لماذا أحبه، فأنا لم أره إلا منتقما، ولم أحبه إلا كما يحب المحارب سيفه. هل كنت صريحة معك يا أخي؟ نعم يا رباب، وعليك أن تكوني صريحة هكذا مع قيس. هل فتحك في شيء؟ لم يتفق قيس معي على شيء يا رباب ليفاتحني فيه. لن أفاتحها يا خالد. لما يا قيس؟ لأنها تعرف ما اتفقنا عليه وما اتفقنا عليه ولم ننفذه. هل أنت نادم يا قيس؟ نادم؟ نعم. أيداخلك الندم لما حدث؟ لم يحدث ما يوجب الندم يا خالد. لم يحدث ما يوجب الندم؟ لماذا تجلس هكذا إذن؟ كيف تسمي جلستك هذه ليل نهار أمام نافذة رباب بعد سنوات من العذاب والتشرد والسجن؟ هل تستطيع أن تفسر لي سر جلستك هذه يا قيس؟ ليس هناك سر يا خالد، أنا أهوى رباب، أفهمت؟ لم يحدث كما قلت لك ما يوجب الندم. لو كنت نادما فهو ندمي على إخفاقي يوم خرجت لأثأر لرباب فلم أستطع. إلى متى يا قيس؟ ها؟ إلى متى؟ أنت لم تفهم يا خالد، لن تستطيع أن تفهم أبدا. ليس من الصعب علي فهم ما حدث يا قيس. رجل يبيع نفسه، رجل يبيع نفسه مقابل الزواج من فتاة لا يربطه بها شيء، لا يربطه بها إلا الاتفاق على الثأر لها، ثم ها هو يجلس أخيرا لا يعرف ماذا يفعل، منتظرا. أي شيء ينتظر؟ لا يدري. إلى متى ينتظر؟ لا يدري.
ثم تجيبني بعدها أنك هكذا لا تحس بالندم. لم يجانبني الصواب عندما قلت أنك لن تفهم. عليك أن تفهم أولا أنني لم أبع نفسي، بل كنت مستعدا لبدلها إرضاء لمن أحب. ربما كان اتفاقنا اتفاق رجل يبيع نفسه. لم يكن أمامي طريق للوصول إلى رباب غير ذلك. هناك فرق كبير يا خالد في أن تبيع نفسك وأن تبذلها راضيا سعيدا. خالد، هل تعرف أنني كنت في طريقي لقتل عبد العزيز بن موسى؟ أقتله؟ نعم أقتله، عندما علمت أنه يشاركني حبها عزمت على قتله. هل تعرف ما منعني من قتله؟ ما دفعني إلى قتله وما منعني عنه؟ حبه لرباب. أدركت مدى ما يعانيه. لا يقتل محب محبا يا خالد. خالد، هل لي أن أعرف لما تحاملت علي هكذا؟ تحاملت علي رغم أنني أولى الناس بحلمك لا تحاملك. أعتذر يا قيس. أنا لا أسألك اعتذارا، ولكن أريد أن أعرف هل قالت رباب شيئا؟ لا شيء. إذا كانت هناك 4 مراكب جهزها يوليان لعبور كتيبتنا فلا تعبر برجالك دفعة واحدة. تعلم لماذا، أليس كذلك؟ أعلم يا أمير المسلمين. أعبر مع المساء، ولتعبر بالفرسان أولا. معك 100 فارس ب100 جواد، ولتختر أقرب الطرق، ولترسو بفرسانك إلى أن يصل إليك الراجلون 400، ولتستبق مراكبك يحرسها رجال من رجالك حتى تركبها في عودتك. هل يداخلك الشك يا أميري في... ليس شكا أو سوء ظن يا طريف، بل حيطة. ولا تنسى أن دماء هؤلاء الجند أمانة في عنقي. لا أريد أن أسأل أمام الله يوم القيامة عن دم رجل خرج لإعلاء كلمته. ولا تنسى أن تحتفظ بمن يعبر معك من رجال الكونت يوليان كأدلاء يدلونك على الطريق ورهينة في نفس الوقت إلى أن تعود برجالك سالما. سمعا وطاعة يا أمير المسلمين. بقي أن تسر إلى طارق ألا يبعد يوليان عن مرمى بصره، ليبقى إلى جواره دائما حتى يصبح في قبضتنا لو حدث لنا ما نكره. أفهمت؟ تعال يا خالد، تعال يا ولدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي أمر أتى بك الساعة يا ولدي؟ أتيت طامعا في فضلك يا أبي. إنما الفضل من الله يا بني، ماذا تريد؟ أريد أن أخرج مع جند الله في الغد. تعبر المضيق؟ أرجو ألا يحرمني منها الأمير. ليس بحرمان يا ولدي، إنما هي سرية استكشاف واختبار فقط. أريد أن أنال شرف مصاحبتها يا أبي. لما؟ هكذا فجأة؟ رأيت أنني لا أستطيع الانتظار وجند الله في طريقهم لنشر دينه. نشر دين الله يأتي بعدها يا ولدي. سيعبر جيش المسلمين بعد عودة رجالنا هؤلاء. أستحلفك بمن خرج جندك في سبيله ألا تحرمني يا أبي. فلتخرج يا خالد في سبيل من أقسمت علي به. جزاك الله خيرا يا أمير المسلمين، جزاك الله خيرا يا أبي. زاد فرسانك فارسا يا طريف، وزادت جيادك جوادا. أرجو أن تكون مطمئنا لعبوره معنا يا أمير المسلمين. ألا يطمئن الوالد لولده يا رجل؟
بقي ما تريد قوله يا خالد. فلوراندا، هل يتوقف حبك لي على الثأر لك؟ أجيب يا فلوراندا. بما أجيب يا خالد؟ وكأني أعرض عليك حبي مقابل مهمتك. لم تجيب يا فلوراندا، أرجوك أجيبي. خالد، لم ألجأ إليك طالبة الثأر لي إلا لأنني لا أرى من هو أحق بهمومي إلا رجل يعمل لسعادتي، رجل لا أحس السعادة إلا بجواره. خالد، لن ينقص حبي لك إذا لم تحقق رغبتي، بل يزيد شقائي. لا عليك، فلتنسى ما قلته لك. بل عليك أن تنسي ما سمعته مني الليلة. يشفع القلب لكل الحواس يا خالد. أشكر قلبك على كرمه يا فلوراندا، ولا أرجو منه إلا أن يخفق متلهفا لعودتي. عودتك من أين؟ من الأندلس. أترحل مع رجالكم إلى الأندلس؟ بل إلى طليطلة يا فلوراندا. خالد، هل عزمت على أن... ليس هناك من هو أحق مني بحمل ما يثقل عليك من هم يا فلوراندا. فقط أرجو أن أعرف كيف أصل إلى طليطلة، وكيف أصل إلى هذا الإمبراطور. أنا أعرف كيف تصل لهذا الإمبراطور وتستدرجه وتصبحان وحيدين، ثم تجهز علي. كيف؟ انتظر عند نهاية البستان وستعرف كيف، وستعرف أيضا كيف تصل إلى طليطلة بعد عودتي الآن. نائم يا فرناندو؟ نائم. لم تبنى السجون لينام فيها نزلاؤها فلوراندا. لما أتيت؟ ألا تريد أن تراني؟ متى يسلم أبوك الحصن؟ فرناندو، اسمعني. لم أسألك هذا السؤال إلا لأسمعك يا ابنة الكنت. تكلمي. إذا كنت تسمعني فاعلم أن أبي لن يسلم الحصن. ثانية تقولين؟ ثانية وعليك أن تصدقني. فما معنى كل ما أرى؟ فسري لي يا فلوراندا. إذا كان يعز عليك حصن سبتة فاعلم أن أبي لم يأتي بي إلى هنا إلا ليبعد العرب عنها. فلتطمئن يا فرناندو. أطمئن؟ لن أطمئن حتى أعرف ما يدور برأس أبيك. بل عليك أن تعرف ما يدور برأس العرب أولا. ماذا يدور برأسهم؟ العرب في طريقهم إلى الأندلس. الأندلس؟ نعم يا فرناندو، ولتهدأ. أهدأ؟ نعم تهدأ. أما علمت ما يدور برأس أبي؟ يفتدي حصنة بالأندلس. نفتدى جميعا بعبورهم إلى الأندلس. فهمت كل شيء.
فهمت لما يأتي أبوك إلى القيروان، ولما تركك هنا، ولما يصادق أمير العرب، يصادق أمير العرب على حساب الإمبراطور. الإمبراطور؟ نعم الإمبراطور. ألم تسمعي هذه الكلمة؟ ألم تسمعي أن هذا الإمبراطور الذي يقدم أبوك على خيانته؟ فرناندو، اصمتي 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 يا فلوراندا، اصمتي لتعرفي ماذا فعل أبوك، لتعرفي كيف يعيش أبوك تحت حماية الإمبراطور كل هذه السنوات، ثم أخيرا يبيع ليعيش تحت حماية من يشتري. العرب، العرب أخيرا. أيعز عليك أن يفقد الإمبراطور عرشه في طليطلة؟ يعز علي أن أفقد كل شيء، فقدت أهلي جميعا بيد هؤلاء العرب، ولم يبق لي ما أعيش من أجله إلا اثنين، وطني، وطني الذي يساعدني الإمبراطور على استرجاعي، وأنت. أنا يا فرناندو. نعم أنت يا فلوراندا، أنت والوطن، أنت والإمبراطور. ها أنا ذا أجد ما عملت من أجله طوال عمري ينهار فجأة، يأكل بعضه بعضا، الحبيبة تأكل الوطن، تأكل الإمبراطور. بل أكل الإمبراطور الحبيبة يا فرناندو. أكل الإمبراطور الحبيبة. كيف؟ كما سمعت، ذهبت من تحب إلى من تدين له بالولاء، ورجعت كما تكره. أفهمت يا فرناندو؟ لم يدع لك إمبراطورك ما تعمل من أجله، لم يبقي لك مني على شيء. أبعد ذلك، بقي إيمان بهذا الوطن، بهذا الإمبراطور؟ ويتزا. ليس ويتزا، رودريغو، فقد أضعه رودريغو قبل أن يضيعني. رودريغو، أما زلت على يقين ولائك لهذا الإمبراطور؟ إننا بحاجة إلى من ندين لهم بالولاء، ندين لهم بخلاصنا مما نحن فيه. أنا على يقين من شيء واحد، إنها النهاية. تبدأ النهاية بأن تصف لي أقرب طريق إلى طليطلة. النهاية يا فرناندو، نهاية كل شيء. قل يا فرناندو، قل. لم يعد هناك ما يقال يا فلوراندا. أنا أتيت إليك لتخبرني على أقرب طريق إلى طليطلة. أقرب طريق إلى طليطلة هو الطريق.
الطريق الذي سلكه الكنت خليا. إذا كنت تريدين الوصول سريعا إلى هناك فلتصحبي جيش العرب لتصبحي حبيبة العرب، فهو حتما سيصل إلى طليطلة فلوراندا. فلوراندا، فلوراندا الجميلة، دعيني أتأملك قبل أن تذهبي للمرة الأخيرة. فرناندو، أنا أعلم أنها المرة الأخيرة، أعلم ذلك جيدا، تصحبك السلامة يا فلوراندا. أستطيع أن أرشدك على طريق طليطلة. سأستطيع أن أستدل أنا عليها، فقط أرجو أن أعرف كيف ألتقي بالإمبراطور وأغتلي به، ثم تغمض خنجرك في قلبه وبعدها عينيه. أفهمت؟ قلبه وعينيه، كي أضمن أن قلبه لم ينجو مني. نعم، ولكني لم أعرف كيف سيتاح لي ذلك. عندما يقرأ رسالتي هذه سيتيح لك ذلك. تغمض خنجرك في قلبه أو قلبيه كما يدعي. قل له إنني أنتظره في البرج، هو يعرف جيدا، ولن يتباطأ في الخروج معك إلى هناك وحيدا. وحيدا؟ الإمبراطور يخرج وحيدا؟ لا تفكر في هذا، أنا واثقة أنه سيخرج معك وحيدا منفردا. بدأها منفردا ويجب أن ينهيها منفردا. اللهم إنك تعلم وعلمك الحق أن هؤلاء جندك، ناس من أمة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، يخرجون في سبيلك، يركبون موج البحر، حتى أخبر عنهم مستبشرا ضاحكا: فاجعلهم اللهم طليعة فتح تفتح به علينا وتفتح به لنا، إنك أنت السميع العليم. الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر لا سيد الأمير سيد الأمير ماذا حدث أيها الحارس؟ الأسير يا سيد الأمير الأسير فرناندو؟ نعم يا أمير المسلمين لو فر سجينك أيها الحارس لفرت رأسك من فوق جسدك سيدي لم يفر بل بل ماذا أيها الحارس؟ انطق ماذا حدث له؟ يحمل في إكبار وليوارد جسده التراب في احترام يليق بقائد يقتل نفسه حزنا على وطنه يبدو أن مهمتنا هنا ليست بالسهولة التي حدثنا بها يوليان يا عبد العزيز كيف يا أبي؟ ألم تر كيف يا عبد العزيز؟ القادة الذين يقتلون أنفسهم هكذا حبا في وطنهم ولمجرد سماعهم بعزمنا على العبور إليه تستطيع أن تدرك مدى استماتتهم في الدفاع عنه خاصة إذا فوجئوا بنا على أرض هذا الوطن هل هون حاكم سبتة من أمر إمبراطور الأندلس وقادتها يا أبي؟ كان لابد أن يهون من أمرهم ليغريني بالدخول إلى بلادهم جاهل أنني كنت في طريقي إليها بلا إغراء أو مساعدة يبدو أن هؤلاء القوم يحبون أرضهم حتى الموت يا عبد العزيز ماذا بعد يا أمير المسلمين؟ ليس بعد إلا ما كان قبلا يا ولدي وإذا كان هؤلاء الناس يحبون دنياهم حتى الموت فنحن أيضا نحب ديننا حتى الموت والله المستعان يا ولدي الله المستعان تفضل أيها القائد تفضل لا أطيق الجلوس وجند المسلمين يفترشون ماء الزقاق اجلس مطمئنا أيها القائد
فسيعود جندكم كما تحبون. لا أريد إلا أن أجلس على الشاطئ أرقب عودتهم. تستطيع أن ترقب عودتهم وترقبني من هنا، فنحن هنا أيضا على الشاطئ. أترى أنه لا بد أن أرقبك كما أرقب جندي؟ بل ترقب جندك وتراقبني، هذا هو الفهم الصحيح للمسألة. ماذا دفعك إلى فهمك هذا أيها الحاكم؟ لا يخفى علي حرصكم أيها القائد، ثم إن هذا شيء منطقي، ولكن اعلم أن أبواب حصني مفتوحة أمام جندكم المتأهبين خارجها، فتحتها عمدا. أشكر لك ذكاءك هذا أيها الحاكم. تستطيع أن تشكر لي ذكائي يوم أن تدخل الأندلس كما وعدت. أمير المسلمين، أعد العدة لرحيلنا. إلى أين يا أبي؟ إلى حيث الشاطئ، بعد عنه جند المسلمين يا ولدي. لا سبت؟ نعم يا ولدي، لا أريد أن يبعدني عن جندي البحر والصحراء في آن واحد. هيا يا عبد العزيز. لنفسك لتجيبنا بنفسك أيضا. إذا كنت لا تعرف كيف تسأله لنفسك فلنسألك نحن. من أنت؟ سمعت سؤالي ولن أمهلك أكثر من هذا لتجيب. أي إجابة تريدها؟ من أنا؟ أنا صاحب هذه المملكة التي لا أعرف من أين أتيتها.